مرحبا بكم أصدقائنا الأعزاء. آن الأوان لنعترف بالحقيقة المرة، لقد غيرت التكنولوجيا الحديثة حياتنا، بل قل لقد دمرت حياتنا. مذهل ما وصلت إليه التكنولوجيا وكيف جعلت حياتنا سهلة في كثير من النواحي، ولكن هناك ثمن كبير ندفعه يوميا مقابلها من حياتنا وحياة أبنائنا وأهلنا. حديثنا اليوم عن جانب مخيف من جوانب التكنولوجيا الحديثة، ألا وهو جانب الألعاب الإلكترونية ذات الآثار الخطيرة علينا وعلى أبنائنا، مثل الآثار النفسية والجسدية والاجتماعية وغيرها، حتى وصلت لجرائم القتل البشعة. فاليوم سنعرض لكم عدة حوادث أثارت الجدل حول ألعاب إلكترونية معروفة، والأمر لا يقتصر على الألعاب المذكورة في الفيديو فقط، بل هناك مئات الألعاب الأخرى التي ربما تسبب نفس الأضرار وربما أكثر. ولكن قبل أن نبدأ، مشاهدين الكرام، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد من قناتنا. أولاً، لعبة بابجي. من الممكن أن تصبح الألعاب هاجساً لدى الأطفال، وكذلك أيضاً من الممكن أن تكون سبباً في موتهم. طفل يدعى شو تاينسي في الصين كان ضحية لعبة بابجي المعروفة على الإنترنت. كانت هذه اللعبة سبباً في هلاك شو تاينسي وقفزه من الدور الرابع للمبنى السكني. هذه الحادثة سمحت للأم بمقاضاة الشركة المبرمجة للعبة، لأن ابنها لن يكون الضحية الوحيدة بعد ذلك. مثل هذه الألعاب تحفز الأطفال لفعل الأشياء التي تقوم بها شخصيات اللعبة، مثل القفز من المباني، وتحرضهم على الضرب والعنف. فالأطفال كائنات صغيرة وبريئة لا تعرف إلا تقليد كل ما تراه. ثانياً، لعبة GTA. ديفين مور شاب مدمن لألعاب الفيديو، وقد أثار جدلا كبيرا في ولاية ألاباما بالولايات المتحدة عام 2003، حيث ارتكب ثلاثة أعمال قتل من الدرجة الأولى. وعند محاولة مطاردته من قبل الشرطة، استخدم السلاح على الفور وسحب الزناد باتجاه اثنين من رجال الشرطة. تم القبض على مور لاحقا في ولاية ميسيسيبي، وأثناء التحقيقات اعترف بأن هذه الجرائم ما هي إلا ممارسة لألعاب الفيديو، ولكن على أرض الواقع فالحياة لعبة كما يعتقد مور. قررت المحكمة فرض عقوبة الإعدام عليه لحماية كل من حوله والمجتمع من إدمانه. لا بأس من ممارسة أي لعبة، ولكن حاول أن تفكر قبل أن تقدم على عمل متهور وينتهي بك الأمر مثل ديفين. ثالثاً، لعبة مورتال كومبات. هي لعبة قتال تحتوي على العديد من المشاهد العنيفة. ألعاب مثل هذه تحتاج إلى رقابة وإشراف كبير عليها. كان على الأم الذهاب إلى العمل وترك ابنتها ذات 7 أعوام مع صديقها، ولتقضية وقت ممتع أراد كلاهما أن يقوما بتجربة لعبة مورتال كومبات في العالم الواقع. عادت الأم ووجدت ابنتها مقتولة نتيجة صدمة قوية بالرأس. تم القبض على صديقها والحكم عليه بالسجن 18 سنة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. رابعاً، لعبة فري فاير. تسببت هذه اللعبة بمشاكل خطيرة جدا لمستخدميها. هذا الرجل يدعى ريان، وقد تعرض لهبوط حاد وتم نقله للعناية المركزة بالمشفى، وذلك لممارسته هذه اللعبة طوال اليوم حتى نسي الأكل والشرب. الآن ريان يعاني من نوبات تجعله يذهب إلى المستشفى ويتلقى العلاج لمدة 3 أيام. قرر ريان أن يحذر غيره، فكتب مقالا بعنوان لا تلعب كثيرا. خامسا، إهمال الأم.
من الممتع جدا ممارسة ألعاب الفيديو كل يوم وقضاء ساعات أمام الحاسوب للعب لعبة World of Warcraft، ولكن الأم ريبيكا كولين قامت بإهمال ابنتها في مقابل اللعب. وفقا للشرطة، الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات إيراندا وولف تأكل طعام القطط وملابسها مليئة بالقاذورات، بالإضافة إلى معاناتها من الجوع. تم نقل ريبيكا إلى المستشفى حيث اتضح أنها تعاني من سوء التغذية، ووزنها أصبح أقل بكثير من المعتاد حيث وصل إلى 10 كيلوغرام. حكم على الأم ريبيكا بالسجن 25 عاما بتهمة القتل من الدرجة الثانية وإهمال طفلتها. قالت ريبيكا ذات مرة أنها آسفة جدا لأنها تخلت عن طفلتها لدرجة أنها لن تستطع رؤيتها مرة أخرى. سادسا، ضابط القطار. قبل بضع سنوات كانت هناك حالة اصطدام قطار بألمانيا يسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. توفي بسببها 17 شخصا وأصيب 80 شخصا بجروح خطيرة، لأن مشرف القطار كان مشغولا للغاية بلعب الألعاب الإلكترونية. وبعد التحقيق اتضح أن المشرف قد أصدر إشارة خاطئة للقطار بضغطه على الزر الخاطئ، وقد تم القبض على الضابط وتم توجيه له الاتهام بالإهمال الذي تسبب في وفاة الركاب، ويمكن أن يسجن لمدة تصل إلى أكثر من 5 سنوات. سابعا، الهروب من المدرسة. بالطبع يمكن السماح للأطفال بلعب ألعاب الفيديو تحت إشراف الوالدين بأوقات الفراغ، ولكن هذا الطالب في المرحلة الأساسية الابتدائية فقد والديه السيطرة على إدمانه بسبب الإهمال. بعد مرور 4 أشهر من بداية العام الدراسي صدر استدعاء رسمي للوالدين من قبل مدير المدرسة، واكتشف الوالدان أنه تم القبض على ابنهم قبل هروبه من المدرسة. فكان الصغير يهرب يوميا طوال الأشهر الماضية ويعود إلى المنزل بعد مغادرة والديه، ويبدأ يومه بالنوم من 5 صباحا حتى 4 مساء، ثم يستيقظ للعب الألعاب الإلكترونية على هواتف أندرويد الذكية. كما لاحظ الوالدان أنه يهدر مبالغ طائلة في سبيل شراء ألعاب كثيرة. لم يستطع الوالدان التحكم في إدمان الصبي، ولكن استطاعوا تحت إشراف المدير إرساله إلى أحد الأطباء النفسيين لعلاج الإدمان. مشاهدين الكرام، شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بقناتنا سديم حقائق وأسرار. إلى اللقاء.